السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم، كل على طول يكون في فيديوهات. بعتذر منكم على كم يوم ما نزلت ولا فيديو بسبب الحال اللي انا فيه، مرضانة شوي. فاذا بتلاحظوا انفي وشفايفي كلهم مشوهين، فبعتذر منكم كتير على هذا الشيء، على تأخير بالفيديوهات. وتاني شيء عندي شغل ودوام الدراسة كمان، خلصت العطلة وبلشنا فيه، فصار عندي وقت كتير ضيق. يعني عم بروح الصبح على المدرسة وبرجع بالليل الساعة 11 بالليل بكون بالشغل، فما عندي كتير وقت لحتى أعمل مونتاج ونزل فيديوهات وصور الجيمات يعني بشكل عام. ف بسبب الحالة اللي أنا فيه كان عندي إجازة من الشغل، فقدرت صور لكم الجيم، شفت حالي إنه متحسن شوي، فقدرت صور لكم الجيم. كان جيم كتير حلو، فيه عدد كيلات حلوة وفيه مواجهات كتير حلوة، وحبيت أشارك الجيم معكم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تعطينا لايك عليه. أنت إلا اللي عم تتابعني، شو ناقصك يعني تكبس زر اللايك؟ يعني والله إذا ما تكبس زر اللايك إن شاء الله جحش الجدي ترفسك. عم بمزح معكم. ف يعني ما بعرف سبب عدم لايكات على الفيديوهات شو، ما بعرف، مع انه في مواجهات كثيره وفي عدد كيلات حلوه دائما عندنا بالجيم. وبشكل عام لا احكي يا مو اني امدح بحالي، المواجهات اللي نحن سكوادي، انا وسكوادي والماب اللي عم نواجهه بيكون اقوى سكوادات، وطحش نحن بنطحش عليهم هن بيطحشوا علينا، يعني مواجهات بدون رحمه. فبتابع كتير فيديوهات على اليوتيوب وبشوف انه في فرق كتير بين لعبنا ولعب اليوتيوبرية تانيين، وسكواد اللي بيواجهون يوتيوبرية تانيين. فاذا حابين هذا الشيء كمان فيني اعمل مقارنة بين لعبنا ولعب اليوتيوبرية اخرين، انتم فيكم تحكموا هذا الشيء وتكتبوا لي اسم اي يوتيوبر بتحبوا اني ينزل فيديو بكون هو منزله ومواجهة سكوادات، وفيديو انا منزله مواجهة سكوادات اللي انا عم بواجههم، وبعملكم عليه مقارنة، فبتشوفوا انه الفرق كتير كتير كبير. وتاني شي فرق باللوت كمان، نزل من بداية الجيم لنص الجيم يا دوب نحصل على سلاح. فاليوتيوبر تاني ما شاء الله، الله يزيد ويبارك، اول ما بينزلوا على سلاح. ف المهم هذا الشي كنت حابب اوجه لكم اياه. فدعم كتير قليل، يعني عندي 21,000 مشترك، يا دوب عم توصل 900 مشاهدة عندي. فشو السبب بهذا الشيء؟ حالي عن جد ما عم بعرف. فإذا حدا منكم بيعرف شو السبب يكتب لي تحت بالتعليقات لنقدر نحل هذا الشيء سوا. و ما بعرف شو بدي احكي. المهم خليكم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة، وإن شاء الله تستمتعوا بمشاهدة الفيديو. إذا كنت عم تستمتع اكتب لي تحت بالتعليقات كمان إذا استمتعت ولا لا، ولا تنسى تعطيني لايك على الفيديو. يعني وقف هلا وانت عم تتفرج علي، دوس لايك ادعسها وما راح تخسر شيء صراحة. وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة، واذا كنت اول مرة عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة وكل فيديوهاتنا السابقة. شو صار؟ هذا اخذ دمج كتير وما مات. تعالوا معي.
enemies ahead. خلينا نضرب الفلير. طلعت الفلير والله تفكير مجزرة هون. روني دندخ هاي شلنا القائد الطيارة ها هذي لعب شوية قتلنا حسن هذا الطيارة كان سكوادو طيارة كان نزل الفليرات ولا لا؟ يجوا بس اثنين ثلاثة ما رح تجي ليش ما رح تجي؟ زعلانة؟ عليك هذاك فوق ما معكم سكوبات؟ جبت طلقة يوزي من هون جبت طلقة في فلير العالم كمان ضربينه هنيك على ان اي هي رميت قبتين انت قرمان هيك يا عندي هلا تعطي اساس الكذاب كان بده يعطيني سكوب 3 6 6 ايه بعطيك ما وقفت انت خلينا نروح على الفلير ولو نجيب عالم كيلات في عندي لاك واللاك عم يقوى عني معناته في ناس قريبين هم لهون نضربهم لهم او ننزل كم واحد منهم بعدين بعد لا تروح لعندهم قريب لعندهم اللي هي تصير مواجهة نايبرات اثنين عنده تروب لا ما اثنيناتنا ضربنا عليه على سيارة شباب اوه وقعت واحد من اجره على حظي اجى هذاك ضرب نفس الشخص اللي انا ضربت عليه حسبوا له يا له بيان واحد ها ولانا شوف ما تبغى شبكات افلام نقد شبكات افلام نقد بقر شبكات افلام نقد نقد بدنا نسي طاير مجزرة هون في ناس ميتين هون هاي نزل دروب بجورج بول دروب حكومية انتو طلعتي هون بنص الطريق ليكو 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 وين هنن؟ على السطح في سيارة هو ايش السيارة كمان انفط كفو لا رجعت قنبلتي بس وين هدول ولا من غير هذا من غير سكواد اي يلعن شكلك
شفته؟ شفته انت؟ شافو البينج عندي صار 140 معه من اللاعب. رايو يبقى عم بلعب على هادي. يارا على اليمين عشان تمشي. ايوه مكان اللي حدد المصفى. وين؟ كيك كيك على الطريق. ايوه هنيك وقفت على السيارة تشيل سيارة الرباع. راحوا على البرج. لا لا راحوا اخذوا السيارة. يلا بروح على السيارة. سيارتنا ما ضل فيها بنزين وقفوا يلا. سيارتنا ما فيها بنزين. اللي بده كاتم حطيته هون على الطريق. كاتم قناص. هذا انت. اوه كفو. هذول اللي كانوا بالسيارة ولا بالبيوت؟ لا بالبيوت. لا بالبيوت. يلا كفو. ما اعرف جماعة هذول جماعة السيارة وين وقفوا؟ السيارة اللي هلا اجت راحت. بس تبع الجيب والله ما شفتهم بلكي. تبعي تجيب لكم بالبيوت نزلت منهم واحد. هذوك راحوا. ثاني. تعالوا على المي احسن طريقة. هوب اوه انزل انزل شوي انزل انزل مصطفى انزل لهون احسن. تيفنش مصطفى انزل. لا يا الله لا لا يا الله لا 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 لا, لا يا الله يا استغفر الله ما لحقتك مصطفى. شوف فنش مصطفى هذاك الثاني. كان واحد هون جوا ولا مات هون؟ لا ماتوا ثلاثتهم ميتين بالقنبلة. كفو كفو والله وحش. المشكلة ما لحقت مصطفى رحت اشيله الدمو كان الشريف اللي عم يبعت لي يجي. كان في موتور ثاني يا زلمة. ايش ما اخذت الام من عندي والله من كثر ما اخذت عليك ما اخذت الام. بس راندي راندي اضرب طلقتين اضرب طلقتين. ها بالكاتب ورانا ورانا ماشي. انا بدي هذا ابو الموتور وينه طالع لي راسي. هذا على جسد شوف ضربني وحده. اكل صديقه بالاشبي. لا يا الله من تعال حاصرنا من مكانين. خليني اشيلك نطلع نغير. واحد اجاها دير بالك منابل تنزل على الدرج. خلي قنبلتك تنفعك. كفو اي والله بس شوي خليني اهيل. في واحد بال شلون عم جيم. دقيقة دقيقة في واحد على اليمين. كفو والله وحش هذول كلهم. جيت لو يا جيت مرة ثانية وقع. ليش كم مرة صار لك عم تقع؟ اللوبي لكن تبيع هاي رابع مرة خلاص والله والله ما بعرف. هذول اتراك على شو عم تحكي على اللوبي؟ لك ليك يا زلمة لعبي كيف عم بعلق؟
يمكن كان في واحد هنيك على الصخرة على 80. يلا بس احتمال يكون مكبرين حوالين الدروب. ها لك الدائرة الصغيرة. عندي ليك سيارة ورانا. وين؟ اي والله هي سيارتنا. سيارتنا كانت هيك؟ لا سيارتنا كانت لا هاي مو سيارتنا. ها؟ ايه مو هاي سيارتنا. مو سيارتنا كانت التاكسي كان معنا ما كان فيه. حطيت مخزن 40 سريع هنيك اذا بدك. ها؟ لا عندي. اسمع صار لاج شوي دير بالك ما يجونا من المول. اللاج عندي البينج 120 صار اللعبة زبالة. اوه هون عندي قدامك. راندي قريب ولا بعيد هو؟ كمبر؟ ايه قريب بس كمبر هو. لا لا كي اطلع لفوق شوي. اخذ واحدة. كمبر وراه راندي. واحد ثاني مكمبر وراه. يلا تاكد تكون هذا. فكرته هو يطلع والله. كفو هذا هو ولو مات بالقنبلة شب الحنطي. فنش ايه ليك 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 راندي على طرف البيوت. راندي وين؟ والله ما شايف حدا. كان في وراك من على التله. لا الله من ورا من جهتين حاصرنا. يلا لا تموت بالماي. كفو كفو كفو. ضربت طلقة واحدة. في واحد فوق دير بالك. نزلت اثنين وواحد فيني فنشته والثاني بقي يعني لساته وراح عند صاحبه عم يهيله. تمام بالدخاني؟ ايه بسموك؟ بسموك بس بالصخرة. يا الله ليك واحد هنيك مكمبر. وهذاك أكل وحدة. كفو أنا كمان نزلت واحد. عمل ثلاث طلقات وما متت. واحد مات باقين ثلاثة. احتمال هدول هنن. هدول هنن راح. كفو في وقت بس باقي واحد. كفو يلا هدول هنن. والله وحش. كفو جمد عندي اخر شيء. هذا اشتغل اللمس. ثلاثة مات. انا راح اعطيها هاي. انا راح اعطيها هاي.